عسلامة عسلامة، إن شاء الله تكونوا بكلكم بألف خير. اليوم نشمل مع بعضنا وصفة الميلفوي، روسات سهلة وبنينة، حسيلو طعم ستورتين كيف سبقت وعملتها معكم قبل، أما الكريمة هذه مختلفة. Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble des millefeuilles vraiment excellents. Je les avais fait avant mais avec une crème différente. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. أول حاجة طيبت الكريمة. الكريمة هي الكريمة بقوات الكريمة متاعنا التونسية، هذه اللي كلنا نعرفوها. دونك هذه مكتوبة الغوسات متاعها من تالي على البكو هذي، تحطوا 4 مغارف متاع ماكلة سكر ونص ايت حليب. احنا نجي ونحطوا 4 مغارف متاع ماكلة السكر متاعنا، مي نحطوا في عود 500 ملل حليب، نحط 300 ملل حليب تجينا عقدة. وهذا هو نطيبوها كما العادة حتى لينتعقا، وبعد نحطوها في الفريجيدير. كان تحبوا تحطوها هكا في صحبة وتعملوا لها بابي فيلم، ما تلصقوها عليها باش ما تعملش كل الجلدة اللي من الفوق، وإلا تحطوها في ساك متاع كونجيلاسيون وتلصقوها هكا عليها وتخليوها في الفريجيدير. عملتها البارح في الليل، دونك باتت ليلة كامل. تنجموا حتى تعملوها مثلا الصباح باش تستعملوها العشية، حسيلو يلزمها تبرد. وحاجة أخرى، إذا كان ما عندكمش لي ساشي هذوما وتحبوا تعملوها في الدار الكريمة نتاعك العادية معناتها كل شيء، توليو تاخذوا 250 ملل حليب، عليهم مغرفة ولا 2 فاني ليكيد، ولا حتى كان عندكم اون جوز دو فاني، وزوز أصفر متاع أعظم، و30 غرام سكر، و20 غرام انشاء. اول حاجة في كسرونة تحطوا الحليب ومعه الفاني ليكيد ولا ينقوس، واشتر كمية السكر تخليوه مع الغاز، وفي الوقت هذية تاخذوا الاصفر متاعكم متاع العظم وانشاء تخلطوهم مليح. دوما يسخن الحليب تزيدوا شوية حليب على كل انشاء والعظم، تزيدوا تخلطوهم شوية. دوما يهز غلوة الحليب ترجعوهم فوق الحليب وتخليوه يطيب حتى لينتقاد، وبعد تزيدوها شويه مغرفه كيكة نتاع ماكله زبده، وباش تزيد تعطيكم بنه معناتها ما كانش مش حاجه لازمه. وهكا تكونوا حضرتوا الكريم باتيسير نتاعكم. ومن بعد كيف بعد ما طيبوها تخليوها تبرد وتغطيوها بابي فيلم. يلزم تلصقوه كاريمون على وجه الكريمه، ما كانش تحطوه في ساشي نتاع كونجيلاسيون. وهذه تو باش نطلعوها يلزمنا 20 سنتيلتر 20 سنتيلتر متاع كريم انتيير، معناتها يلزمها فيها اقل حاجه 30% تكون دسمة، معناها 30% ماتيير غراس باش تطلع لنا. باش نردوها كريم شانتي، دونك يلزمها تكون بارده باش تطلع. حطوها في الباتور نتاعنا هكا، ولا حتى كل ركاضة اللي تتضو هذيك بالليل. زدتها وحدة فاني هكا، كان ما عندكمش كيما قلت لكم حطوا روح الفاني ليكيد ولا حتى سكر فاني تولي وتحطوا اذا كان ما عندكمش سي با غراف. دابا باش نطلعوها نردوها كريم شانتي ونقعدوا نعسوا عليها، نردوا بالنا خاطر تنجم تقلب تولي زبده. هكا تكون طلعت، تو باش نفرغوها في صحفة. باش نحطو في بلاصتها الكريم باتيسيير. كيما هكا نركضوها مليح مليح حتى لين معناتها تولي ترجع طرية ومعادش فيها حتى كعبورة. باهي تو باش ناخدو الكريم شانتي نتاعنا
باش نبداو نحطوها بشويه بشويه في الكريم باتيسير نتاعنا، ونخلطو بشويه بشويه حتى لين تولي عندنا كريمه هكا خشينه. ما يلزمناش نخلطو بالقوي على خاطر الكريمه هذه تنجم تهبط، دونك باش نخلطو بشويه بشويه. ونقعد نخلطو فيها هكا بشويه بشويه حتى لين نكملو الكريم شانتيي نتاعنا الكل، ونسيسو عليها معناتها باش متعاودش تسيح. وهذه الكريمه نتاعنا يحسها ناقصه سكر، ينجم يزيدها شويه سكر وغلاس. باش نزيد غرفه سكر وغلاس، حسيتها ناقصه شويه حلاوه، وما يلزمهاش حلوه برشا بعد كل حد وكيفاش حسيتها، خاطر ما حطيتش 4 مغارف باهينة في الكريمه كي طيبتها، حسيت لها اقل شوي هيك علي جاتني ناقصه شوي، ما فقتش بها مسينو. راني حطيتها وقت اللي ركضت الكريم باتيسير، راني حطيت مع السكر وقت ركضته. السكر غلاس هو في سايوب دونك ما يقلقش. وتو باش نحطوها في الفريجيدير نعملوها فيلم ساعة او كونتاكت، لازم الفيلم يمس الكريمة باش ما تعملش كالجلدة، ونخليوها تبرد. وسامحوني مش في بالي البارتي تطورت تما ما تطورتش، دونك باش نفسر لكم جوست تشري بات فويتي حاضرة. اللي عندي كانت بدورة دونك حاولت نعملها مستطيلة. بعد تعملوا لها نقب بارتو 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 في البلايص الكل باش هكاك ما تتنفخش لاباط، وتحطوها في الفور وتسيب على 180 درجة مدة 20 دقيقة هكاك، تعسوا عليها بيان سور، ويلزمها تسيب وفوقها حاجة ما ترزنوها فوقها حاجة باش ما تتنفخش. وبعد ما تخرجوها من الفور تخليوها تبرد مليح مليح باش تجمو تقصوها. بهتو باش نجي نقص الوحده نتاعي، شفتوها في اللي لفقتو تنحى سباكغ بين مستنسى، نقصها كل 10 سنتيمتر نقصها على معناتها على 2 باش تعطيني 3 وحدات، فيك هذه ماهيش ريكتانغولير خاطر نورمالمون نشري البات ديريكتومون ريكتانغل، مي ما فكرتش دونك تو باش نقصها على 9، باش نقصها على 9 سنتيمتر. جيني الكعبة أصغر شوية أما ميسالش، إذا كنت تقص بسكينة تبدا هكا منشار جويدة باش نجمو تقصو من غير ما تكسروها معناها. هنا تو باش نجي نشيل الأخرى نعلم كيف ممكن عندكم كما قلت لكم واحدة اون بات ريكتانغولير تبدا مستطيلة وقتها تقصو 10 سنتيمتر تجيكم كعبة كيما كعبة الميلفوي اللي نشريوها. ونتاو نقصو نقصو بيان سور ونسيسو فوالا. دونك هذايا المكسر وكل شيء تنحطو في الوسط، تنحاول نلفق في البارتي هذي نلفق شوية بات. باهي خذيت بارتي تو منها باش نحط عليها
الكريمه نتاعي حطيت بوشادوي، حطيت فيها وراس بون كيما تحبوا كيما تزينوا، مش با اوبليجي معناها. باش نجي نحلها باش نحط لها هكا الراس جوست هكا على جنب، باش معناتها خاطر كي مش نقعدوا هكا باش يعطي الكل، دونك باش نحطوا هكا على جنب. واش نقلب البوشادوي هكا نتاعي، حاولوا تلقاو هكا حاجة غارقة شوية تحطوا فيها ونعبيو فيها الكريم نتاعنا الكل. هنا كيما هكا، وتو نبداو نحطو الكريمه نتاعنا على البات الفويتي الاولانيه. عادي ما تحطو كيما يجي، المهم ما تخليوش نقب ولا بلايص فارغه، حاولوا تحطو معناتها في البلايص كل قد قد، باش من بعد كي تحطوا البات فيتي الفوقانيه معناتها اللي فوقها ما تبداش بلاصه عاليه وبلاصه واطيه. وبيان سور من بعد نستويوها بالسكينه، باتول ولا بسكينه ولا باي حاجه، تحاولوا تستويوا الكريمه. شتي متوازي قد قد طختو، لا حسيت ناقصه شويه منا باش نزيدها. طيب قلنا باش نحطو الاخرى اللي ماهيش لك الكل زاده كيف كيف عليها، باغي باش نحاولو نصلحو شويه على جنب. نعاود نفس العمليه، تو نحطو نكملو الوحده الثالثه. باغ كونطخ الثالثه باش نقلبوها باش تبدا ليس وما تقعدش شكل نكتو كل شيء، جست نقلبوها. بهذي اسهل لي، ولا تو من يقص كامش نحط الفوقاني، تو باش نعملو مع بعضنا. تو خذينا 50 غرام سكر محور، يعني 50 غرام زوز مغارف متاع ماكلة معبين، فوالا. وباش ناخدو عليهم زوز مغارف حليب، دونك حطيت زوز مغارف حليب ونشوف إذا نستحق النص معناتها آخر نعمل، مكانش ما مش لازم. حسيتها جاتني ليكيد شويه، دونك وليت زدت لها مغارفه نتاع سكر محور، دونك وليت 3 مغارف سكر محور معبين عليهم زوز مغارف نتاع حليب، ويلزمها تجيك معقده شويه ما تكونش ليكيد. باهي كان تحبوا تخليوها هكا بيضه خليوها، من بعد ذوبوا شويه شوكولاته وعملوا بها لي تري، وكان تحبوش تنجموا تحطوا فيها كراميل، مغارفه نتاع كراميل. بالنسبه لي عندي الكراميل اللي نعملو به كيما نتاع الزوزه هذاك لي كونسونطري الحليب المركز، ونطيبوه كيما باش نعملو به الزوزه بالضبط، ولينا لي كونسونطري. دونك نزيدو مغرفه نتاع قهوه ولا مغرفتين احنا وكيفاش معناتها باش نعملو به، ما يظهرلي باش يخليه هكا ابيض باش نحط عليه الشوكولا. وفما زاد شكون يزيدوا شويه نسكافيه باش يعطيكم هاك الكولور كراميل. وهذه الشوكولاته اللي باش نذوبها فيها كمشه صغيره، باش نذوبها بشوي بشوي في الميكرووند ونرجع لكم. وتو باش نبدا نعمل الكلاصاج نتاعي، كما شفتوا نصبوه الكل ونبداو نمشيو في نمشيو فيه معناتها بالمغرفه باش يتوزع الكل بالتساوي على البيس الكل. نجمو زادا البارتي هذه معناتها تعملوها ما غير ما تلصقوا البات الفوقانيه على الكريمه،
تخليوها على جنب وتعملوا الجلاساج نتاعكم وتحطوا عليه الشوكولاتة، وبعد تحطوها في الفريجيدير الورقة معناتها تاع البات الفوقانية، وتحطوها هي في الفريجيدير بالجلاساج نتاعها بكل شيء، وبعد تمدوها وتحطوها فوق الميلفوي نتاعكم معناتها تلصقوها باش هكاكا ما يبردش، معناتها الميلفوي يبدا سخون وحشوش. وهذا الجلاساج نتاعي كمل كيما شفتوا، حطيت الشوكولاته من الفوق خطوط خطوط بالطول، ومن بعد بالعرض عملتهم بالسكينه. وسامحوني مش في بالي صورت، انا ما تصور حتى شيء، دونك فوالا لا جوست باش تقصوها بك السكينه اللي وريت لكم بكري المنشار، تسيسوا عليها وتقصوها بسياسه بتسيسه. وهذا الميلفوي نتاعي حضر جاي بنين يهبل كيما نتاع الشارع بالضبط. وكما تعرفوا حاجة الدار نظيفة ومضمونة. وإذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يخطيكم كل جديد، وما تنسونيش فك جيمات المزيانات يشجعوني برشا. وإذا كان عجبتكم الفيديو علاش لا تبارتاجيوها لحبيبكم ولا صحابكم. وبسلامة وإن شاء الله على قريب في وصفة جديدة. فوالا فوالا مي ميل فوي سون بري سون فريمون ديليسيو. Comme vous l'avez vu, ils sont pas difficiles, il faut juste un peu de patience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les petits j'aime qui m'encouragent beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles recettes.